انت بتصرفاتك هي مفكرة حالك رح تنقذ البشرية في ديكا ماثور؟ انت بأفعالك رح تفضحيني ورح تأذيني ورح خليك تدفع الثمن، وقريبا بس كرمال يلي عملتي انت من بعد هلأ ما رح تقدري تواجهي اي حدا يا فيديكا. ليش فيديكا ما عم ترد؟ يلا يا فيديكا ردي على مكالمتي، بترجاكي بترجاكي. اليوم ما حدا رح يقدر ينقذك يا حضرة المعلمة فيديكا. لا! مين بتكون؟ مين بتكون؟ يلا ورجيني وشك. فيديكا تعالي. مين؟ مين هاد؟ استني استني، مين اللي خطفني؟ انتي منيحة؟ مين هاد؟ مين؟ فيديكا هو عمل لك شي؟ لا لا لا، هو طلع فجأة ما بعرف من وين، ما قدرت افهم اي شي. انا رح وصلك على البيت، يلا امشي معي، رح نخبر الشرطة ورح نقدم شكوى ورح نمسك، لا تخافي. بتشكرك، شكراً كتير يا ابني، لأنك أنت ساعدت فيديكا. العالم كيف بيقدروا يعملوا هيك شي؟ شي مو محترم. النسوان ما عم يكونوا بأمان بهذا البلد، ما بيصير هيك. فيديكا، فيديكا أنت منيحة؟ أنت منيحة؟ عمل لك شي؟ أنت شفتي وشه؟ قدرتي تعرفيه؟ يلا نروح على الشرطة، يلا يلا. سهيل، هو هلأ قدم شكوى للشرطة بس فيديكا ما قدرت تشوف وشه. حضرته ياش، مدير فيديكا اللي بتشتغل عنده.
شكراً، شكراً كتير. لو صار شي لفيديكا ما كنت بعرف شو أعمل بحالي. شكراً كتير. بترجاك تعال، أنا رح أجيب لك شاي. أريا، عفواً، أنا عندي سؤال. أنت شفت أي دليل؟ في عندك كاميرا تسجيل؟ لا، بتوقع كان مخطط لهالشي. وقت أنا رحت على قسم الشرطة كان في سيارة مسروقة وكانوا عم يبلغوا عنا. بالمناسبة لما أنا مسكته هاي علقت بإيدي. ممكن يكون لأي حدا، ما رح يكون دليل قوي. استنى استنى استنى، إلي بونيش، أنت شو صاير معك؟ شكلك خايف كتير؟ شو القصة؟ أنت عامل مشكلة ولا واقع بشي مشكلة؟ إلي يفضل أنك تلتهي بحالك، وإلا رح خليك تصير برات البيت. ماشي، أنا بعمري ما شفت بونيش متوتر هيك. أنا متأكد إنه هو عامل شي غلط. باليوم يلي بيكتشف شي من أسراره، متأكد بإنه هو رح يطلع برات هذا البيت، وما رح يبقى للحظة واحدة. ووقتها بيكون إجا وقتك المناسب يا بونيش. شو هاد؟ كأنه نيدهي حامل؟ نيدهي؟ 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 شو صاير؟ بنتي؟ قوليلي، قوليلي إنه مو صح وإنك عم تكذبي علي. لا صح ماما، مزبوط، أنا حامل. شو؟ بس أنت قلتيلي إنه أنت وساهيل ما صار شي بيناتكم، قلتيلي إنه أنتوا ما تزوجتوا، لكان كيف صار هالشي؟ ماما، أنا حامل ماشي؟ زوجة ساهيل أجروال حامل، وساهيل عن قريب كتير رح يصير أب. أنت بتعرفي شو يعني هالحكي؟ يعني إنه أنت ماما لازم تنبسطي كرمالي. يعني أنت شو بيهمك كيف صار هذا الشي؟ أنت على الأكيد بنت بلا ترباية. تأثرت فيكي ماما. اسمعيني منيح، أنا بدي كل الناس بمدينة كامبور يعرفوا هالشي. بدي يعرفوا إنه كنت بيت أجروال رح تصير أم. مبروك يا بنتي. قرب هيك، رجاءً تعو. شو عم بيصير؟ رجاءً وقفوا، أنا عندي أخبار حلوة كتير لإلكم كلكم.